صحتك بالدنيا. دكتورة لبنى موجودة معنا على التليفون. صباح الفل دكتورة. صباح النور. أهلا وسهلا بك. السلام عليكم ونهاركم أسعد الأيام إن شاء الله للمستمعين ديوان FM. يعيشك. مرحبا دكتورة. كيما سمعتني في الدخلة متاع الروبريكا هذه، برشا ناس يقول لك حب الشباب أنا مقلقني على الأخر، وساعات يقعد له معنا فترة طويلة اللي يخليها كم متحرج ولا متقلق، سيتو البنات مع المكياج ومع كذا. كيفاش نجمو احنا نتجاوزوا المرحلة هذه متاع حب الشباب باش هكا نحافظوا على البشرة متاعنا تبقى صافية وما يقعدوش لتراس متاع حب الشباب هذية في وجهنا؟ دونك أول حاجة بالنسبة لحب الشباب، معناتها مطلوب الإنسان أنه يغسل البشرة متاعه، البشرة الدهنية خاصة هم اللي يتعرضوا لحب الشباب تقع عندهم جلدتهم جلد دهنية. دونك غسل البشرة الدهنية المعرضة لظهور حب الشباب بمنتجات تتماشى مع البشرة الدهنية، مش أي حاجة يغسل بها مثلا، فهمت؟ دونك لي جيل نيتويون، عادة لي جيل نيتويون يغسل يرغي باش ينحي هذاك الزيوت بمعدل مرتين في اليوم مثلا، مش أكثر. ما يبداش يقول كل مرة يغسل يكثر، كيف يكثر يفرط يكثر من الغسلان، دونك يلقى نتيجة عكسية. يعاود اللي الجلدة نتاعو تنضاف من الزيت تلقاها إن إيبرسيبوري رياكسيونيل، معناتها تزيد تزيد أكثر من اللي كانت عليه. والغسيل هذايا ما يكونش بالماء فقط، يعني لازم ثم معاها صابونه خاصه ولا غسول خاص بالجلده الدهنيه، معناتها خاطر ثم الغسول الخاص بالجلده الجافه باش يلينها، والغسول الخاص بالجلده الدهنيه باش نقتلها من الزيوت. دونك معناتها الانسان كيف ماشي يستعمل اي غسول يغسل به وجهه، ماهوش لازم يكون غسول متماشى مع هذيك الجلده الدهنيه. ثم شكون يقول لك دكتوره الصابون الاخضر كما جداتنا وامهاتنا زعما ما عندوش فين نيجاتيف ربما على البشره بعد ذلك؟ والله الصابون الاخضر معناتها ماهوش هكا في الوجه، معناتها الانسان في الاسود ما يكفى، معناتها ساعات هما في البلوك اوبيراتوار يغسلوا بيديهم، معناتها باش ينفس، اما مش للبشره الدهنيه، فهمت؟ التعقيم ولا مش فهمتي، معناتها انت باش تغسل بحاجه اللي نحي لك هذيك الزيت ما غير ما تضر البشره نتاعك. علاش تقول لي نغسلوها؟ خاطر فما الغبره لا بوليسيون، فما البكتيريا اللي تتراكم عليها، فما الخلايا الميتة اللي كي تغسل، دونك انت باش تنحيها، فهمت؟ وزاد بكثيفة خاصة اللي جلدتهم دهنية التخفيف من افرازات الزيوت للبشرة اللي زايدة عندهم وإعادة التوازن لها. دونك قلنا كيف ما قلنا الغسول نغسل وجهنا مرتين في النهار، صحيت معناتها في الغالب مرتين في النهار باش ما نلقاوش النتيجه العكسيه. واضح. من بعد غسل البشره معناتها نتعودوا انه نلينوها، حتى وتقول لي انت هي جلده دهنيه، لكن ثم مواد خاصه ترطب الجلده الدهنيه، على خاطر الجلده الدهنيه به انت غسلتها نحيت الزيوت، دونك باش ما نتفادى ان البشره ما تجفش نستعملوا كريم الترطيب اللي انها تعاون على هذاك اللي خسرته انت من الزيوت من غير ما تزيد في الزيت نتاعها، فهمتني؟ معناتها ترطبها بكريمه تساعد على استرجاع الغشاء الزيتي للبشره. باه دونك كي تستعمل كريمه الترطيب ماهيش خاصه بالجلده الدهنيه تلقى زاد نتيجه عكسيه، تعمل الكريمه هو مزيت وجهه مزيت ويزيد يعمل كريمه زيتيه، يزيد يزيت برشا، معناتها مطلوب يعمل انسان دي كريم ليجير، معناتها كيف يمشي يشري كريمه دهنيه، معناتها كريمه ملينه، اللي عنده جلده دهنيه ياخذ دي كريم ليجير، الكريمه الخفيفه مش الكريم ريش باش ما يزيدش الزيت في وجهه. صحيح. حاجه خفيفه انها تعينه من غير، وديجا ترطيب البشره معناتها مش يخدم على مدى طويل باش يتفادى عمل ظهور علامات التقدم في السن وقت يكبر، معناتها مش كنشي يقول توا نغزر كنشي الحب الشباب. دونك زاد عندنا عدم الافراط من استعمال كريم الاساس، معناتها الانسان خاطر الكريمة الاساس لي فون دو تان خاصة اللي عندهم جلدة دهنية مش تسد له المسامات نتاع البشرة، تسدها زيت في معناتها ظهور البثور السوداء ولا لي بوان نوار، معناتها يزيدوا كيف تستعمل ديما. دونك مثلا هذاك علاش سامحني انا دكتورة بالنسبة للفون دو تان منصوح انه قبل ما تحط الفون دو تان المرأة تغسل وجهها
مش جوست بعد قبل ما تحط الفون دو تان، ومن بعد ما تعمل الفون دو تان ثم كريم خاصه ولا لوسيون تنحي به الفون دو تان، مش ترقد به وكذا، هذاك مش يكون عنده زاده مضر خطيره برشا على البشره عموما. هو كيف تنحيه الفون دو تان هذاك اذا كان عملته مش معناتها مطلوب تنحيه، اما انا نحكي على الافراط مثلا، الإفراط ما تخرج من دار تلقاها شابه، ما تخرج كيما لصق الكوش الاول وزيد الثاني وزيد الثالث باش نغطي حب الشباب، وهو تزيد تسكر المسامات وتزيد في تعكر الحاله. ساعات احنا تقنا نعطيهم ادويه وتجي تقول انت شبيه ما تحسنش المريض، المريض ما تحسنش على خاطره يفرط في استعمال هذا من المواد وي. اللي تسكر المسام نتاع البشره. السؤال الاخر دكتوره، النظام الغذائي اكيد وانت مختصه في الامراض الجلديه، النظام الغذائي زاد يزموش يتغير، يزموش يتبدل اليوم مع الفاست فود مع المواد الدسمه، عندهاش تاثير زاد على الوجه، وهي ربما اللي تكون سبب ايضا يقول لك المقلي مثلا عنده علاقه بحب الشباب، صحيح ولا يزموش ريجيم اليمونتير؟ اي بون، بالنسبه للتغذيه دورها في ظهور حب الشباب معناتها الدراسات تختلف، فما شكون يقول لك مثلا الحليب ومشتقاته مثلا، لكن احنا اللي الاغلب الدراسات معناتها بينت انه الحليب نصف الدسم هو اللي يظهر اكثر حب الشباب. علاش عن خاطر هما كيف ينحيوا له فما زيوت ينحيوهم ولا دهون كيف ينحيوها، دونك هيك الدهون اللي تتنحى هي الايجابيه، اللي تتبقى من الدهون السلبيه، دونك هي اللي مش معناها باش شنو المنصوح؟ شنو المنصوح؟ زيرو ولا يشرب مثلا الشباب، يعني نجي الشاب في النمو نتاعو نقول له ما تشربش حليب، يشرب لي كومبلي علاش كامل الدسم معناها صحية لولي دومي اكريمي، هذيك معناتها ينفع اللي عندوش حم في الدم اللي عنده ولا زيرو، فهمتني؟ اما هو غالبية هو المواطنين ديما نشربوا نصف الدسم معناها هذاك العادي. لودومي اكريمي هذوما الدراسات اش وريت فهمتني، معناتها يقول لك لولي دومي اكريمي معناتها هما مش ينقصوا منه، ماهوش اللي العادي مش ينقصوا منه بعض الدهون ولا بعض المواد الدهنيه. أيوة. اللي تتبقى هيك هي اللي تزيد تعكر بحب الشباب، ماشي اللي مش تنفع. واضح. المقليات زاد الانسان ما يكفرش منهم، لكن علاش السبب الاصلي في ظهور حب الشباب؟ هي جلده دهنيه هيك. وشنو اللي يخلي ربما دكتوره كميه حب الشباب من شخص لشخص؟ ثم اللي تلقى هكا فتره وتتعدى بسيطه ويتغلب فيسع، ثم اللي تطويل معاه الفتره حتى بعد فتره الشباب ربما، واللي ربما تخلي زاده ديتراس ساعات بقايا كحول في الوجه، شنو اللي يخلي ربما الاختلاف في كميه الحب الشباب في الوجه؟ نوعيه البشره كهو؟ نوعيه البشره سبحان الله، كل انسان وكيفاش الجلده نتاعو، هي اصلا شنو السبب الاساسي؟ السبب الاساسي الجلده الدهنيه. الجلده الدهنيه تنجم تلقى سوجي عنده اشخاص عندهم جلده دهنيه اكهو، ما عنده حتى شيء مشكله، اخر خريف الزيت فادد منه، هاو يرقد الزيت المخده الزيت هذاك طول النهار هو وجهه يلمع، فهمت؟ فما اللي تلقى عنده لي بوان نوار بثور سوداء اكهو، فهمت؟ فما اللي عنده دي بوان بلون، فما اللي عنده اكياس، فما اللي عنده اكياس وفيها الميد معناتها ما كانش اكدنا انه الذهاب للطبيب راهو ضروري برشا، الواحد مش يستطبب وحده ولا يمشي فارماسيان وكهو. فوالا ما تجمش هو في التالي باش يمشي، نقول لك غالبيه الناس باش يعملوا يمشي للفارماسيان، يمشي ياخذ جينيتويان، يمشي ياخذ الدواء، لكن في التالي راهو مش يجي للطبيب يقول لك انا خذيت الدواء هذايا ما نفعنيش، انا خذيت هذايا ما نفعنيش، خاطر خذاها وحده ما هيش معناتها. حاجه اخرى يا دكتوره خليني نقول لك عليها، انه بصراحه الادويه التابعه للجلديه باهظه الثمن صراحه، معناها كي تمشي ساعات انت على جريب نتاع جلده ولا حب شباب بخلاف الفيزيتا ثم 160 و 150 دينار دويت وما يش رومبورسابل ديجا، معناها هذاك علاش المواطن يقول لك ماذا بيا اعطيني حويجه هكا نتاع موجوده في كوجينتي ولا كذا باش انا هو مش يشريه فهمتني، معناتها في التالي مش يمشي للفارماسي مش ياخذ الدواء من غير نصيحه الطبيب. ياخذ لوسيون تاع حاجه 15000 مش نتاع 150 دينار، راه مش انا نبررك معناتها جوست نقول لك شنو يقول المواطن معناها بصراحه الدويات الجلديه ياسر غاليه وما يعتبروش مرض، يعتبروش تجميل. استيتيك كيفاش تجميل؟ ماهوش تجميل هو. تجميل باتولي معناتها الانسان مريض حب الشباب معناتها ساعات تلقاها الطفله ما عادش تحب تمشي للمدرسه.
اي تتعقد تتعقد بالحق بالحق. انا وجهي وجهي والا زيدا فهمت. دونك المطلوب الانسان اقل حاجه غسول كريمه ملينه البشره واقي ضد الشمس زيدا ما ننساوش الدور نتاعو ليكرون سولير الشمس ليكرون سولير خاطر ليكرون سولير عنده زيدا اهميه كبيره يحمي الجلده الملتهبه كان هو عنده حب شباب مثلا ما يعملش اكرون الجلده ملتهبه بعد طبعا الحبة باش تخلي له مكان أسود بعد إذا كان ما يستعملش الواقي تزيد تكحار فهمتني. مثلا زاد استعمال الواقي ضد الشمس في الصيف معناتها ضروري برشا أكثر برشا وبعد تعرض للكميات هائلة من أشعة الشمس تلقاه الإنسان معناتها ما يعطيش أهمية لأشعة الشمس في الصيف يقول لك ها ويجي براره وينقص وهو هذيك أشعة الشمس تتسبب أن الجلدة تولي أخشينة شوية فهمت. دونك ظهر للحب تبرع لي وبعد في سبتمبر يعود يرجع كبيرة برشا. دونك كيف هو يحافظ على استعمال الواقي ضد الشمس نتاعو وما يوقفش دواه وحده في الصيف مثلا احنا الطبيب هو اللي يقلل يقول له مثلا دو جور بار سمان تروا فوا بار سمان ينقص عليه أقل كمية مقنع باش ما تجيش هيك البوسي هذيك معناتها هيك الهيجه نتاع سبتمبر راهو في سبتمبر كيف ما يدخلوا التلامذه للمدرسه كيف ما تقام يجيو الاطباء الجلديه على خاطر معناتها مش تجيهم هذيك بعد الصيف ومن بعد البرونزاج وغيرها هذيك التعكر من شنو هو؟ من التعرض الكثير لاشعه الشمس يتسبب في جلدة تخشين وبعد كيف ما قلت لك تتحرق ومشاكل اخرى تظهر مشاكل اخرى عنها. واضح دكتوره لبنى يعطيك الصحه. تلقاو فيديو ستريمينغ لايف على صفحتنا على الفيسبوك تنجموا ترجعوا تسمعوا الحوار اللي كان لنا مع دكتوره لبنى العيادي. ان شاء الله لاباس. نقولوا يا جماعه ديما راهو كل واحد عنده اختصاصه وكل انسان عنده